يقول: أخي الكبير قام بمعالجة أمي أو والدتي وضحى من أجلها بأموال كثيرة، فقامت والدتي وكتبت له وصية بأن يكون لها له نصيبها التي حصلت عليه من والدي المتوفى، فما حكم ذلك؟ هذه الوصية لا تجوز لأنها وصية لوارث، فلا يجوز. ثم أيضا لا يجوز للوالد حتى في غير الإرث، لا يجوز للوالد يعطي بعض أولاده ويترك البعض الآخر. لا تجوز الوصية للوارث ولا تجوز العطية لبعض الأولاد دون بعض، عليها العدل. نعم، وابنها فعل هذا يطلب الأجر والثواب من الله عز وجل، تتركه على نيته وعلى أجره. نعم.